انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الفنانة السورية سوزان نجم الدين في عزاء شقيق الفنان المصري أحمد حلمي، مشيرين إلى أنها لا تليق بمثل هذه المناسبة الحزينة. واختارت سوزان إطلالة وصفها البعض بالجريئة، إذ ارتدت جمبسوت أسود من قماش الجلد الأسود اللماع مع فتحات جانبية عند الأكتاف، وانهالت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على إطلالة الفنانة السورية، ووصفها البعض بأنها لا تليق أبداً بواجب العزاء، وطالبها آخرون بانتقاء ملابسها في مثل هذه المناسبات. وقال مغردون إن اختيار هذه الإطلالة غريب جداً ويثير الغضب. وكان عزاء خالد شقيق الفنان أحمد حلمي قد أقيم في منطقة الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيه عدد كبير من المشاهير.